فليأخذ هذا العدو علما، نحن لا نخاف الحرب ولا نخشاها ولا نتردد في مواجهتها، وسنواجهها إذا فرضت علينا وسننتصر بها إن شاء الله. ما هو فائدة فلسطين؟ أنا عندي والله العظيم لو حرر فلسطين، فلسطين مثلا إسرائيل انتهى وجاء هنالك دولة اسمها فلسطين، هذا ليس في أي فائدة للشيعة. ماذا أردن آخر؟ أردن ماذا يفيدنا أردن؟ أو مثلا تونس آخر يكون هكذا. ففلسطين لا بأس نساعدهم إذا استطعنا، ولكن ليس لنا أولوية، مسألة حياتية لنا إلى جهنم. لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل. لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل. اسكت. شنو قيمة القدس عدي؟ لك ما تسوى قيمة ما لها، لكن عالي الشيعي أفضل من القدس. هاي القدس بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية. احنا شنو علاقتنا بالقدس؟ إن الناس اعترضوا، فقيل إن الناس يقولون إن بيت المقدس، إنه بيت المقدس، فقال الإمام مسجد الكوفة أفضل. أبي عبد الله قال سألت عن المساجد التي لها الفضل، فقال المسجد الحرام ومسجد النبي، ذكر اثنين بس. فقلت له والمسجد الأقصى جعلت فداك، قال ذاك في السماء. الرافضة ورثة المجوس وأعداء الملة وأعداء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأكذب الناس على الله تعالى وفي دينه. أصحاب هذه العمائم الخبيثة الروافض وليسوا شيعة لأهل البيت حقيقة، أهل البيت براء منهم. الروافض وهم أصدقاء اليهود والنصارى، وإن تظاهروا بسبهم فهم كذابون. من الآن ازدادوا تعلقا باليهود والنصارى ويضحكوا على الناس الموت لأمريكا الموت لليهود، وهم كذابون، وهم من أصدق الأصدقاء اليهود والنصارى، فلا تصدقوهم. يقول الموت اليهود الموت، وهم يذبحون في المسلمين، يذبحون في المسلمين في كل البلدان العربية والإسلامية، يسفكون دماءهم ويكفرونهم ويستحلون أموالهم.